بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله عاوزين نتعلم حاجة تاني، وهي أنا دلوقتي لما بقول select asterisk from employees سيمي كولون وشغل، بيجيلي كل بيانات الموظفين. طيب نفترض إن أنا عايز أجيب الناس اللي هي ملهاش مانجر. اوكي، يعني بص هنا انزل معايا تحت، كام دول؟ 107. بص هنا مثلا اول واحد ده اللي هو الاي دي بتاعه ب 100، ده ملوش مانجر اي دي. فلنفترض ان انا عايز اجيب الناس اللي هي ملهاش مانجر اي دي، هل اجي واقول له سيلكت، اقول له سيلكت استرسك from employees where لما يكون المانجر اي دي بيساوي null كده، اجي اقول له بيساوي null بالمنظر ده كده سيمي كولون، اعمل الحركه دي، ادوس كنترول مع انتر، ما جابليش حد، مع ان في صح في بس ما جابش، صح ولا ايه؟ في ولا مفيش؟ اهو المانجر اي دي في واحد بنل اهو قدامك، ما جبتش حاجه من عندي، يعني في بس ما جابش، اهو يوجد ولكن لم تتنفذ، عشان الدنيا تبقى ايه واضحه. ماشي اهي، بقف هنا وانفذها ما بيجيبليش حد. طب خلاص يبقى دي ما تنفعش، صح كده ولا ايه؟ طب select asterisk from employees where ان المانجر اي دي بيساوي فاضي، ها تجيب دي ولا ما تجيبش؟ ما جابتش برضك. انت بتتعامل مع ايه؟ هو المانجر اي دي، هو انت لما تدوس على الجدول وتروح على edit وتبص على بناء هذا الجدول والمانجر اي دي هتلاقيه ايه؟ نمبر. مش بعيد لو كانت نص كانت ممكن تيجي، لكن ده ماله؟ ده نمبر. خدت بالك من القصة؟ طيب حلو قوي. المهم ما نفعتش، صح كده ولا ايه؟ ما نفعتش. طيب يبقى دي زيها، يوجد ولكن لم ايه؟ لم تنفذ. امال اعمل ايه؟ اكتب select asterisk from employees where ان المانجر اي دي از null سيمي كولون كنترول مع انتر، جابهولك يا باشا. شفت بقى؟ انت خدت بالك من التسلسل اللي انا جبته لك؟ بفضل الله عشان تبقى فاهمها، عشان بس دماغك ما تروحش تودي بعيد وتجيب قريب، لا اهو اذنل وخلص. خلاص، يعني ايه اذنل؟ يعني هات لي كل الموظفين اللي هم المانجر اي دي بتاعهم بنل، اذنل يعني لو اما يكون نل تجيبه، فعلا في واحد جابه لك اهو. يبقى هي دي الايه؟ هي دي اللي اشتغلت. انت خدت بالك من الفكره؟ هي دي ايه اللي اشتغلت، از ايه؟ از نل. خلاص واضح تمام. نفس القصه لو انا جيت مثلا قلت لك ايه، قلت لك select asterisk from employees خلاص، و بشرط لما يكون الكوميشن، لما يكون الايه الكوميشن اندرسكور بي سي تي، صح مش هو اسم الحقل كده ولا بي سي تي، لما يكون از نل. هات لي الناس اللي ما خدتش كوميشن، جاب لك كل الناس اللي الكوميشن بتاعهم بنل، جاب كام واحد؟ جاب 72 واحد من ال 107. الكوميشن
الكوميشن بنال، جاب لك كل اللي ما خدوش ايه، اللي ما لهمش عموله. بص، طب لو انا عايز اللي ليهم عموله از نوت نال، شفت بقى؟ خد بالك، انا كده عايز مين؟ انا كده عايز اللي هم ليهم عموله. يبقى وير ان الكوميشن از نوت نال، از مسافه نوت مسافه نال، اهو شغل. هيجيب لك بقى العكس، كم واحد دول؟ 35 واحد من ال 107 رخيم. اهو بص، اللي هم ليهم مين؟ ليهم عموله. اللي ليهم ايه؟ عموله، جابهم لك. انت اللي بتحدد. يعني الاز نال والاز نوت نال استخدامهم ليك مفيد جدا بفضل الله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.